السلام عليكم، معكم رحالي نور الدين، عضو مكتب المديري للاستاد المغربي وعضو الاستاد المغربي بطبيعة الحال المنخرط مع ضمن الأندية الجامعة الملكية المغربية للتجديف. هذه مناسبة اللي يعني تعرض النادي أنه ينضم هذه البطولة هذه بشراكة مع الجامعة. بطبيعة الحال لأول مرة أن هذه البطولة هذه تتنظم داخل القاعة، ورغم أن هذه البطولة هذا النوع من الرياضة معروفة على الصعيد العالمي وبالنسبة للمغرب أول مرة نظموها، وراك تتعرفوا فيها صعوبات لأن لوجستيكية، واستطعنا أننا نتوفقوا بمشاركة جميع يعني الطاقم التقني ولا الطاقم الإداري والمدربين كلهم شاركوا باش ينجحوا هذا الحفل هذا. والحمد لله انتم حضرتي وكانت المشاركه كان اقبال عدد المشاركين الممارسين 50 ممارس، وضفنا الى ذلك الماستر يعني ما يعني مسنين بغيت تقول اللي استطاعوا اساتذه اللي استطاعوا حتى هما يشاركوا، والحمد لله كانت مشاركه طيبه ونجحت بجميع المقاييس. وتنشكر كل ما ساهم في هذا النجاح هذا، وتنتمنى ربي ان شاء الله ان مستقبلا نكونوا افضل ونكونوا مستعدين بواحد الشكل جيد. شنو اهم الصعوبات قلتي على المستوى اللوجيستيكي، شنو هي اهم الصعوبات لان الرياضه ماشي سهله؟ الصعوبات مرتبطه اولا بالتحضير، التحضير يعني الارغومتر اللي بغيت نعبر عليه باش نترجمو الارغومتر. هذا الارغومتر تيخصو واحد التنسيق مع التقني اللي خصو يضبط الامور ديالو ويدخل ويدير يدير يعني يبروغرامي لا ليست ديال الناس، وهذا الشيء ما تيجيش يعني تخصو على اسبوع ديال التحية لم يكون اكثر. وطبيعة الحال البارح مثلا كمثال البارح كنا يعني تنقوموا بواحد التجربه باش اليوم نكونوا افضل ونكونوا مستعدين ونكونوا نربحوا الوقت، والحمد لله في الصباح بدينا مع الثامنة صباحا وكانت الامور تيسرات وختمنا في البرنامج تختم ديك التوقيت اللي كان مبرمج له في الاول. الافق المستقبلية ديالكم من الان الشغال الافق المستقبلية؟ الافق المستقبلية الافضل الى الافضل، غادي نحاولوا نزيدوا من هذه الالات هذو اللي هي داخل القاعه نزيدوا منها ونكونوا مستعدين افضل، ونتمنى حتى المشاركين يكون يزيد بالعدد كبير، بالاضافه ان هذه البطوله هذه راه كانت يعني التغطيه الاذاعيه كانت مباشره لا في فيسبوك لا على الصعيد الدولي اللي كانت على الورد روينغ وعلى الصعيد الوطني. وتنشكر كل من ساهم في نجاح هذه التظاهره وشكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.